رعى سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء حفل افتتاح مصنع سولار ون، وهو أول مصنع في مملكة البحرين لإنتاج ألواح توليد الطاقة الشمسية. وأشار ميرزا إلى أن هذا المصنع يعد من المبادرات المميزة للاستثمار في الطاقة المتجددة، ويساند سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار واستخدامات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. الزميلة إيمان شرف والمزيد من التفاصيل. هي سياسة نالت نصيبا مما أبدعت المملكة في إنتاجه نحو مستقبل طاقة متجددة تفيض بعوائد إيجابية، ليكون الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول منها. فتوافر المعطيات وتدارس الطرق مهدت لافتتاح مصنع سولار ون، ليكون هو المصنع الأول في مملكة البحرين لإنتاج ألواح توليد الطاقة الشمسية، كتوجه جديد للاستثمار في إنتاج الكهرباء. حكومة مملكة البحرين تريد أن تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهذه وسيلة من الوسائل اللي تشجع هذا الشيء، واحنا نعتبره احدى جهود وثمرة جهود وحدة الطاقة المستدامة. وحدة الطاقة المستدامة وافق عليها مجلس الوزراء قبل 3 أسابيع على اساس ان هدفها تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والمحافظة على كفاءة الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة. المصنع يعد مسندا مميزا للاستثمار في الطاقة المتجددة ولاستخدامات الطاقة الشمسية. وإن أردنا الحديث بصورة شمولية، فهو متماشيا مع الخطة الوطنية التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة للاعتماد على الطاقة المتجددة في مملكة البحرين بنسبة 6% من مصادر الطاقة في البلاد بحلول عام 2025. أما على صعيد التنمية المستدامة، فهناك نظرة بعيدة المدى حول جذب الاستثمارات الدولية الجديدة. الهدف مثل ما ذكرت في كلمتي أن نسوي الأمتار المزدوجة نت ميترينج، أي أن الأمتار التي الآن تستعملها هيئة الكهرباء والماء اللي هي الأمتار الذكية في الوقت الحالي هي من طرف واحد، يعني هيئة الكهرباء تسجل استهلاك المستهلكين وتصدر لهم فاتورة. في المستقبل يمكن لأصحاب البيوت أن يستفيدوا من الطاقة المتجددة ويستعملوا نفس المتر، يسوي نت ميترينج، يعني يسوون هما إنتاج ويخصمون من فاتورتهم من فاتورة الحكومة اللي ترسلها، فالكلفة لهم بيكون أقل، وفي نفس الوقت بالنسبة للحكومة بتكون مصدر آخر لإنتاج لتوليد الكهرباء وتوفر الغاز، لأن الغاز الآن هو المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء والماء. تشغيل مصنع سولار ون تترافق معه التكنولوجيا المتطورة والأجهزة الآلية الحديثة، بالإشارة إلى أن المصنع سيعمل بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 60,000 لوحة شمسية في السنة، كافية لتوليد 15 ميجاوات من الكهرباء. من مصنع سولار ون تم افتتاح خط الإنتاج الأول لألواح الطاقة الشمسية، وهو ما يثبت مواصلة الشروع في إنتاج الطاقة المتجددة الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.